كيداير اخباركم؟ كيداير نهاركم؟ بخير وعلى خير. كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بصحه جيده ان شاء الله نتوما وبداتكم. كما كتشوفوا ربي يرحمنا هاد النهار بامطار خير، وكنتمنىها تكون امطار نافعه علينا ان شاء الله ويرحمنا يا ربي. الحمد لله على كل حال. دابا غنبداو على بركه الله. كما كتشوفوا اخوتي اخواتاتي، هنا عندي جلبانه جميل كما غندير البصاره، وهي كما كتشوفوا غادي ندير واحد النكهه اخرى زوينه وكتجي طلع زوينه، وجربتها وجات زوينه وبغيت نشاركها معكم. كما كتعرفوا بان هاد الجبانه كنا كنديروا ليها الملحه والكمون والثومه صافي، وكنطيبوها وكنطحنوها وكناكلوها وكتجي زوينه ديال جدودنا. دابا غادي نزيد مع واحد مكون، هو انني كنزيد فيها البصله وكنزيد فيها المطيشه، وكما كتشوفوا عندي هنا شويه القزبر المعدنوس، وهنا عندي الثومه مقشره. هنايا اخوتي عندي القامه اللي كندير، حيت كما كتشوفوا عندي هنايا خرق، عندي هنايا كمون، خرقوم عرق، وعندي الملحه وبزار وسكنجبير وشويه ديال التحميره الحاره. ما كنديرش هذيك التحميره الحمراء الملون، ما كنديروش صافي. وعندي هنا قزبر كارم شويه. صافي غنبداو على بركه الله. كما كتشوفوا راه هذه كنخليها ترطى مزيان في داك باش دغيا طيب وتنفخ. دابا غادي كما كتشوفوا راني صفيتها بالماء ان شاء الله، ودابا غادي ندير ليها هاد المطيشه وبصله، و عندي واحد البصله خضر يلا بانت شويه قزبر معدنوس بقى لاصق هنا صافي. وهاد القامه كلها غادي نديرها ان شاء الله. كيف قلت لكم راني مكتش لكم غندير فيها شويه زيت العود، ان شاء الله غادي نحطو زيت العود باش نزيدو. بسم الله على زيت العود اخوتي، بسم الله مكتبوش بزاف، حتى جا غادي ان شاء الله من الطيب غادي نديروها عاوتاني في الطبق ديالنا، كل واحد يدير الطبق ديالو الزيت اللي بغا. ودابا غادي نخلطو مزيان باش تساوي مع العسل، ومن بعد غادي نخوي عليهم الماء طيب ونخليها حتى ان شاء الله ونرجع معكم ان شاء الله. يلا خوتي طبق النهايه ان شاء الله. اخواتاتي ها هي الجبانه ديالنا طابت، دابا غادي نطحنوها. نتوما فين ما بغيتي نتيا، اما في الخلاط ولا في البلندر صافي. بسم الله كتجي زوينه هادي البصله ومطيشه كتجي فنه. ودابا خوتي خواتاتي غنخليها شويه فوق البوطه عاوتاني واحد تشرب شويه ونحضروها معاكم ان شاء الله في طبق تقديم.
هانتم خوت خواتاتي، هاي البصله ديالنا واجده تبارك الله. هنايا عندي هنايا زدت واحد شويه الخبز، وهنايا كما قلت لكم هنايا طفله الهريسه كما قلت الهريسه غبره، عندي الملحه وعندي كمون وشويه زيت العود، كندير بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. كلشي تبارك الله راه كيعرفوا كيفاش كيديروا هذه البصاره هذه الحبكه. كنزيدو اللي بغا يزيد مليحه يزيدوها، شويه الكمون وشويه ديال الحار هانتم بخوتي. وكنقول لكم الصحة والراحة، وجربوها مع وليداتكم ومع عزيز عليكم. وكنقول لكم هاد الوصفة راها ديال البرد، وتبارك الله الشتاء طاحت ان شاء الله، وكنتمنى التوفيق مع سيدي ربي، وكنتمنى اللهم اجعله صيبا نافعا يا ربي تنفعنا به وما يكونش ضرر علينا، وربي كيبغي لنا على الخير. وكنتمنى لكم هاد الوصفة هذه تعجبكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء. سلامة.